هاي بتشير الإحصاءات إنه في حوالي 600 مليون حيوان أليف بيتم التخلي عنهم سنوياً، وعدد كبير من البلدان عندهم أساليب قاسية للتحكم بزيادة عدد الحيوانات الأليفة. بالولايات المتحدة وحدها بيتم التخلي عن 3.5 مليون كلب و 3.4 مليون بسينة سنوياً. بتضم معظم الدول المتحضرة ملاجئ وجمعيات تحمي الحيوانات الأليفة المشردة، تعطيها الطعوم اللازمة وبتحاول تعطيها لأشخاص تانيين. بس من جهة تانية في حكومات تتخلص من الكلاب الموجودة بملاجئها من خلال إرسالها على الجامعات لتستخدم بالتجارب العلمية، مثل ما صار من كم سنة بالبرازيل، الولايات المتحدة، كندا وأستراليا. ببعض أنحاء الولايات المتحدة وكندا في قوانين محلية تسمح للمختبرات إنها تشتري كلاب مشردة لاستخدامها بتجارب مؤلمة. مين قال ما تشتروا حيوان أليف إذا رح تتخلوا عنه بعد فترة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.